حد جاي معاك؟ شوف انا خلصت كل حاجه ودلوقتي احنا ما عادش عندنا اي حاجه غير ان احنا نمشي كومان من الفريق وهنجيبه. شافي ايوه هو اللي في دماغك، انا اتفقت معاه على كل حاجه، وهو هيجي النهارده وهيدرب الفريق بتاعه وانا هكون معاه في اي حاجه. انا هكون معاه في اي حاجه، اهم حاجه انت توفر لنا الفلوس. معاك كام؟ معايا 100 مليون. كام؟ يكفهم سلفهم. الله الله يلا الله الله، هيكفوا ان شاء الله، هيكفوا ان شاء الله. يا طب انا اسالك سؤال، انت جاهز؟ انا جاهز اكيد انا جاهز. شغل النشيد، يلا شغل. يلا يا عم شغلوه. السلام عليكم فروم ذا 2 فروم ذا اكس فروم ذا دي، معكم عبد تو اكس دي، والنهارده عندنا ان شاء الله ماستر ليج البلوجرانا زي ما انتم طلبتم. فعشان نكمل السلسله دي من قبل اي حاجه كده، كل واحد حنين غزر لك، عايزين السلسله دي توصل اكبر عدد من الكافه النهارده ان شاء الله. هنعمل النهارده ان شاء الله نخش ونجيب تشافي هرنانديز زي ما انتم شفتم. تشافي خلاص هيكون موجود، كومان خلاص سيتم طرده، تشافي سيحضر من السد القطري لتدريب البلوجرانا. ليتس جو على طول. اوكي، في لعيبه كتير هتمشي وفي لعيبه كتيره جدا هتيجي، في لعيبه كتيره زي مثلا اللي هو مين اللي هو بيكيه ممكن يمشي، بوسكيتس ممكن يمشي، حتى جوردي ألبا ممكن يمشي. لعيبه كتيره وصلت، لعيبه كتيره وصلت فوق ال 30 سنه. فليتس جو على طول. يلا خلينا نبدا، وخلينا نخش على طول، وخلينا نختار الاف سي برشلونه، وخلينا نجيب تشافي هرنانديز لكي يدرب البلوجرانا. يلا تشافي هرنانديز هنا موجود، فليتس جو على طول. يلا خلينا نجيبه وخلينا نخليه يدرب برشلونه. تشافي اوكي، خلينا نعمل الاعدادات بسرعه. ايه الاعدادات اللي احنا هنلعب بيها؟ يلا اوكي، دي الاعدادات اللي احنا هنلعب بيها، والميزانيه هخليها عاديه، الميزانيه مش هكتر فيها ولا اخليها كبيره ولا كبيره نسبيا، لا هتكون عاديه جدا. فاوكي ليتس جو على طول، احنا مش عايز ميزانيه كبيره، انا عايز ميزانيه عاديه. فليتس ليتس جو على طول، دي الاعدادات اللي احنا دخلنا بيها. وليتس جو على طول. يلا خلينا نجيب تشافي، خلينا نجيب تشافي هرنانديز يدرب برشلونه. ليتس جو على طول. اوكي اوكي، تعالى اليوم، تعالى اليوم، معاك جيرار بيكيه. ليتس جو، تعالى اليوم. ميسي اكيد، ميسي هيقعد، وانت يلا بره، انت يلا معاك. لا مش هتقعد، مش هتقعد، مش عشان متجوز، لا مش هتقعد. اوكي اوكي اوكي، ده لعيب من اللي هيقعده حبيبي اشتغل، اكيد انت قاعد يا اسطى. ممكن نجيب لك واحد كمان بدل نيتو اللي قاعد على الدكه ده، ما ينفعش يقعد، لازم واحد اجمد منه. اوكي، وعندنا الموهبه العالميه انسو فادي، 100% هيقعد، 100% هيقعد، وان شاء الله اكيد هو رجع من الاصابه موجود عندنا. اوكي، في تاني؟ الصلعه ده ثابت، الصلعه ثابت وكله متحرك، والله والله كله متحرك والصلعه ثابت يا جدع، كله بيتحرك، كله بيجي وبيروح وبيودي ويجيب وانديه ومش عارف، والصلعه ثابت في كل المواقف. اوكي، اكيد انت عايز تكسب الشامبيونز ليج، نتفق ان شاء الله بعون الله برشلونه هيكسب الشامبيونز ليج ان شاء الله. ولابورتا انا متفق معاه بكده، لابورتا انا متفق معاه بكده ان احنا ان شاء الله ناخد الشامبيونز ليج السنه دي، مفيش فريق هيعلم علينا. تشافي هرنانديز جاي عشان يبطل المهازل اللي بتحصل في البلوجرانا، خلاص ما عادش في مهازل، خلاص. اوكي اوكي، ليتس جو على طول. الصلعه بيقول ما عادش هيبقى في مهازل، واصحابي هنا ده برضه ثابت، ده برضه ثابت مع الناس اللي ثابته. فليتس جو على طول. اوكي، تشافي قرر ان ما فيش اي مهازل ثانيه هتحصل. ليتس جو على طول. اوكي، خلينا نروح للمؤتمر الصحفي. يلا ليتس جو للمؤتمر، يلا. اوكي اوكي، اقعد معايا، اقعد معايا انا كبير، اقعد معايا انا كبير، خلينا نشوفهم عايزين ايه. وسع يا ولد متول، وسع يا ولد متول، اي سؤال هنا اعرف اجاوب عليه. اوكي، تهانينا على التعيين يا تشافي هرنانديز، بس يلا عشان اسلك لهم اقول لهم انه اعظم لحظه في مسيرتي الكرويه، انني لم اكن اتصور انني ساكون موجودا هنا، انني كنت اتصور انني سادرب السد حتى مماتي، لكن عدت اليوم وسادرب برشلونه وساعيدهم من المهم. السنوات اللي فاتت دي اللعيبه متخاذله زي جوردي ألبا مش عايز اشوفهم في النادي، لان هما مهما حصل ما بيقدموش قصارى جهدهم في النادي، جد. مهما عملوا ما بيعملوش حاجه في النادي. لعيبه زي بوسكيتس خلاص هو عمل اللي عليه ولعب معايا انا، فمش هدربه، مش هاجي ادربه، لا لا لازم كله يد. يلا يا عم نشوف مصلحتنا، يلا نشوف اللعيبه يا عم اللي هتمشي من النادي ده. يلا يلا حالا كله هيمشي، كله تقريبا هيمشي. يلا اوكي، اكيد قبل ما نبدا وقبل ما نشوف اللعيبه اللي هتمشي وقبل ما نشوف اللعيبه اللي هتقعد، قولوا لي مين اللعيبه اللي انتوا عايزين نجيبهم ان شاء الله بعدين، قولوا لي مين اللعيبه اللي دلوقتي نجيبها برشلونه في التعليقات. احنا معانا دلوقتي كام؟ احنا معانا 197 مليون دولار، 197 مليون دولار، دي واقعيه جدا، واقعيه جدا كمان، ممكن اقل سنه بس واقعيه الصراحه. اوكي، هناخدهم بالمراكز، من مراكز الهجوم لحد المراكز اللي هي مش عارف ايه. اول لاعب اللي هو انطوان جريزمان،
لن يكون موجودا معي رسميا. انطوان جريزمان هيكون موجود على الانتقالات لو جاله عرض حلو 100%. انطوان جريزمان هيتباع 100%. اوكي عندنا ليونيل ميسي العقد هينتهي السنه دي، عقده هينتهي السنه دي، السنه دي يعني احنا دلوقتي 1/8/2020 عقده هينتهي 31/8/2021 فان شاء الله يتجدد له عقده. اوكي عندنا عثمان ديمبلي هنشوف لو جاله عرض حلو اكيد 100% هنبيع عثمان. ترينكاو والله الصراحه نفس الكلام، احنا عايزين نجيب لعيبه سوبر اكتر من ترينكاو. اوكي اللعيب ده في الدرجه الثانيه ممكن برضه حلو بس برضه هنبيعه، ممكن نجيب لعيبه احسن منه يعني عنده ممكن يتباع بسعر اعلى من كده. اوكي انسو فاتي، لا انسو فاتي قاعد معايا، انسو فاتي قاعد معاه 100%. اوكي اللاعب ده والله لو جاله عرض يتباع ماشي ليه لا. اوكي اوكي لو جاله عرض يتباع. اوكي عندنا فليب كوتينو، اكيد اكيد فليب كوتينو خلاص خلاص افشل صفقه لبرشلونه في اخر يعني مش عارف ممكن يعني ممكن سنين كتير، لان الصفقه دي برشلونه بيدفع ثمنها. الصفقه دي برشلونه ما استفادش حاجه منها انه الا ان هو خسر، خسر في دوري ابطال اوروبا، ده الحاجه الوحيده اللي استفاد منها، خسر جاب فيهم السابع والثامن. فليب كوتينو ان شاء الله يجي له عرض. اوكي بدري مش هيتباع، ديونج اكيد مش هيتباع، بيانيتش اكيد ما اعرفش الصفقه دي جت ليه، بس بيانيتش ان شاء الله يجي له عرض كويس، نجيب واحد بداله، نجيب لاعب اسطوره بداله. اوكي ريكي بويجي لعيبه من اللي اعتمد عليها، اليكس موريبا برضه لعيب من اللي اعتمد عليها، بوسكيتس 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 بوسكيتس. اوكي بوسكيتس رسميا لو جاله تنتوفه عرض، لو جاله عرض بجنيه هبيعه الله الله. اوكي عندنا اللاعب ده عنده 22 سنه موجود في الدرجه الثانيه مع الفريق فريق الدرجه الثانيه. اوكي سيبه سيبه انا مش هعمله، لو جاله عرض اعاره ممكن، لو جاله اي عرض اعاره ممكن. اوكي اوكي سيرجيو روبرتو برضه، سيرجيو روبرتو اي يا جدع انا هبيع كل اللعيبه، انا هبيع كل اللعيبه مفيش لاعب هيقعد في النادي. اوكي ميرسون تقريبا مع ريال بيتيس، تقريبا مع ريال بيتيس موجود مع بيتيس خلاص مش هنقدر نرجعه وميسون خالص. اوكي سيرجينو ديست لسه جاي فهبيعه ازاي. اوكي جوردي البا ان شاء الله هنجيب واحد بداله خلاص، مش عايز انا مش عايز انا جوردي، انا عايز اجيب واحد احسن من جوردي البا برضه. نفس الكلام على جونيور فيربو، الفريق كله هيتغير، الفريق حرفيا كله هيتغير من الصفر. ما اعرفش مين اللعيبه دي كمان بس شكلها لعيبه معاره، شكلها لعيبه معاره. اوكي عندنا جيرارد بيكي برضه نفس الكلام على جيرارد بيكي، اي عرض لبيكي بره، اي عرض لصامويل اومتيتي بره، اي عرض جامد، اي عرض للانجلي بره. يلا اللي بعده مين؟ اي لا اروخو لا، توديبو توديبو متعار اصلا. اوسكار من جويزا طاقته هنا 66 والله ما يستاهلش الطاقه 66، المفروض يستاهل اعلى من كده بس عادي خليه موجود. عندنا مارك اندريتشتين اكيد مش هنبيعه، نيتو لو جاله اي عرض بيعه بس مش هنبيعه الا لما يجي له عرض، لما نشتري واحد بداله لازم نبيعه. اوكي الحراس الباقيين سيبهم عادي موجودين في النادي. اوكي دي كل اللعيبه، دي كل اللعيبه اللي احنا تقريبا هنبيع 80% من الفريق 80% بس مش هنبيع ولا لاعب الا لو جبنا البديل بتاعه، فاهمين يعني لازم بديل قبل ما احنا نشتري لازم. فاحنا نروح للكشافين ونقول لهم عايزين لعيبه في الدفاع، عايزين لعيبه في الدفاع يكون لعيبه جامده جدا سوبر في الدفاع. وهنروح تاني للكشافين نقول لهم عايزين لعيبه في الهجوم، وهنروح تاني للكشافين ونقول لهم عززوا لنا مناطق الضعف. ثلاث حاجات في الكشافين ان شاء الله يجيبوا لنا الكشافين، اهم حاجه موجوده الكشافين. اوكي ليتس جو على طول بقى، خلينا نشوف مين اللعيبه اللي برشلونه عايزها ان شاء الله. اوكي اكيد مش هنبيع لعيبه واني مش هنشتري لا لازم نشتري، فليتس جو على طول. اوكي اول واحد ليفربول هنشتري ان شاء الله، اول نحاول نحطه في المفضلين، هنبص عليهم من بعيد اللي هو ابو مكه على طول. ابو مكه او محتاجين جناح، لو هنبيع عثمان ديمبلي لازم نجيب ابو صلاح. مش كده بس، احنا صفقاتنا ان شاء الله هتكون طموحنا عالي، احنا صفقاتنا طموح عالي، احنا برضو عايزين نبص على نيمار، نيمار ممكن يرجع برشلونه فان شاء الله نبقى نجيب نيمار ان شاء الله. اوكي اللي بعده هيكون مين؟ السقف بتاعنا هيكون عالي، السقف بتاع الطموحات بتاع الانتقالات مع ان معناش غير 197 مليون بس السقف هيكون عالي. هنحاول نجيب كيفن دي بروين، ومش كده بس لا عندهم كمان ايريك جارسيا ده بتاعنا المفروض يجي، المفروض ايريك جارسيا يجي، فتعالى ايريك جارسيا يلا عشان تلعب. مش كده بس لا عندنا كمان من بروسيا دورتموند اكيد النرويجي، اكيد النرويجي هيتحط في القايمه ان شاء الله ان شاء الله، نحاول نجيبه باذن الله النرويجي. هالاند هيكون صفقه البلوجران. مش كده بس لا احنا مش هنبيع جوردي البا على الفاضي، لا احنا هنحاول نجيب ان شاء الله النافذ يا ديافيز، وباذن الله برضه دافيد الابا هيكون موجود. لو احنا استنينا ما اعرفش، لو استنينا ممكن يجي ببلاش بس برضه هنحطه في قائمة المفضلين ممكن يجي لي لا
اوكي دوم حبه اللعيبه السوبر اللي ان شاء الله هنجيبه. عندنا نيمار، عندنا كيفن دي بروين، عندنا صلاح، عندنا هالاند، عندنا ديفيز، وعندنا الابا، وعندنا ايريك جارسيا، ومحتاجين مدافعين كتير. انا ناوي ابيع طقم الدفاع كله، فعايزين دفاع كتير، فقولوا لي مين المدافعين اللي احنا نجيبهم برضه. اوكي عندنا ماتشات ايه قبل الانتقالات ما تنتهي؟ عندنا إلتشي وعندنا فيا ريال، فاحنا لو هنلعب ممكن نلعب ماتش إلتشي التعبان ممكن ليلا. وعندنا برضه اعلان اللي هو دوري ابطال اوروبا قرعه دور المجموعات، هنوع مع مين؟ احنا كنا مركز ثاني. اوكي خلينا نشوف الخطه اللي احنا نلعب بيها، الخطه اللي احنا هنتبعها في البلوجران. اوكي دي الخطه بتاعتنا. عندنا ميسي، معرفش الظاهره برايس وايت راح فين الصراحه، والله ما اعرف برايس وايت فين يا جدعان، ما اعرفش. انا كنت اعتمد عليه بس ما اعرفش برايس وايت راح فين، شكله انطرد قبل ما ناجي النادي، قال تشافي قال انا مش عايزه، باين حاجه شبه كده. اوكي اعتمد على الخطه دي، خلينا نعتمد على الخطه دي ان شاء الله. الحين قدوم لعيبه جديده، ممكن ابو صلاح يجي، ممكن هالاند يجي، ممكن اي حد تاني يجي، فدي التشكيله اللي ان شاء الله اعتمد عليها. ممكن نجيب بيانيتش هنا، ممكن ليلا، ليتس جو على طول. اوكي دي التشكيله اللي اعتمد عليها، اللي هي خطه كام؟ اللي هي خطه 4-3-1-2، وميسي هيكون ان شاء الله، ميسي ولا هيكون صانع الالعاب، فليتس جو على طول. اوكي خلينا نقدم الوقت وان شاء الله يكون جه عروض للاعيبه ان شاء الله في الحلقه دي، نحاول نبيع اي لاعب، نحاول نشتري حتى اي لاعب، فليتس جو. اوكي ما جاش اي عرض لاي لاعب لحد دلوقتي، ما اعرفش ليه، فهنقدم الوقت ويا رب الوقت ما تقدم. لا لا اوكي وصلنا اليوم 16، وصلنا نص الشهر يا جدع، نص الشهر عدى ما عملناش حاجه. وباريس هو اللي عمال يعمل صفقات، باريس جايب ستيرلينج ب 168 والبورن جايب ديفيد نيريز، وحتى دينيا كله عمال يعمل صفقات ما عدا احنا يا جدع. اوكي لكن اوكي الكشافين جابوا لي لعيب، الكشافين جايين لي لعيب اللي هو ديفيد الابا، ممكن نحاول نجيبه ديفيد الابا من غير ما اروح اشتريه من هناك، ممكن اجيبه من هنا بس ان شاء الله يكون سعره حنين. احاول اقول له 35 مليون ان شاء الله يوافق ان شاء الله يعني. فاوكي 35 مليون ديفيد الابا مش هشتريه الا لما في لعيب يتباع ان شاء الله. اوكي قدمنا عرض ديفيد الابا، مفيش حد تاني غيره الصراحه، مفيش حد تاني. عندنا ريبري بس مش هشتري ريبري، اشتري ريبري يعمل بيها عدو ويموت عندي، مش عايز اشتريه برضه. مفيش اي لعيبه هنا خالص، مفيش اي لعيبه تاني. هندي من وقت ونشوف الرد من ديفيد الابا، قربنا نوصل من الماتش الاول والله. قاعد النيل يا ديفيد الابا رفض، ما اعرفش بيرفض ليه، انا عملت له يا عم تقبل يا عم ليه. اوكي ما جاش اي عرض لاي لاعب لحد دلوقتي، وانا مش عارف اصلا اشتري لعيب لان عايز اروح الكشافين، مش عايز اشتري على طول، مش عايز اخاطر. قاعد النيل يا جدع، ما جاش عرض الا اللاعب اللي مش هبيعه، ما يجي عرض لميسي، وتخيل بمبلغ كام؟ 132 مليون. يا عم ما تعرفنيش معاه، يا عم ما تعرفيش معاك ابيع ميسي، يا عم انت عبيط، ده عينهم واسعه قوي عايزين يشتروا ميسي. اوكي ليتس جو على طول. اوكي جبنا ماسكيرانو كمان، ماسكيرانو هيبقى يقعد معانا، ليتس جو على طول. المباراه الاولى اللي هتكون في الدوري الاسباني، اول مباراه اللي هي قصاد إلتشي. اوكي ما تعاقدناش لحد دلوقتي مع ولا لاعب واحد حتى، بس انا مش عايز اشتري الا لاعب سوبر، ممكن اشتري هالاند الحلقه الجايه ممكن والله. بس اوكي البدايه مش عارف فيه اي حاجه، احنا ان شاء الله هنقدم اداء عالمي ومش عارف ايه، فليتس جو على طول، ليتس جو على طول. سيداتي من كل مكان ومن كل زمان، برشلونه هو اللي هيكون فائز بيه ان شاء الله بالله ليجا، فليتس جو على طول. يلا خلينا نبدا لاليجا، بطوله الدوري الاسباني، ليتس جو. ابدا يلا بدون اي مقدمات تانية، يلا عشان نلعب ماتش إلتشي. اوكي بس للاسف انا محتاج راس حربه، فهحاول مع النرويجي هالاند، لازم احاول مع هالاند ان شاء الله، بعون الله يجي ان شاء الله هالاند يجي يعني ان شاء الله. فاوكي ان شاء الله هالاند يقبل 110 مليون لهالاند باذن الله، هالاند يجي لان انا محتاج راس حربه بشكل كبير يعني، فليتس جو على طول. يلا خلينا نلعب ماتش إلتشي باللعيبه اللي موجوده معايا يلا. اوكي بص يا ابني، انتوا اكيد عارفين انا جاي اقول لكم ايه النهارده، انتوا اكيد عارفين انا تشافي هرنانديز، انا المعلم الكبير، انا اكتر لعيب كان مشارك مع برشلونه لولا ميسي، ده اللي كسر لي الرقم ده. لكن النهارده انا عايز اداء عالمي، انا عايز اداء عالمي من كل لاعب فيكم، لان انا هشوف لو في لاعب قدم اداء النهارده ممكن يقعد معايا، انا مش جاي جامل، انا جاي النهارده اشوف مين اللاعب اللي هيقعد، مين اللاعب اللي هيمشي. يلا وروني نفسك مين اللي هيقعد. يلا اوكي للاسف انسو فاتي وترينكاو مش عايزين يلعبوا، مش عارف ليه، ما اعرفش مش عايزين يلعبوا، بس ان شاء الله بعد ما نلعب الماتش ده ان شاء الله هالاند يكون قبل، فليتس جو على طول. اوكي ليتس جو على طول المباراه اللي ان شاء الله نكسب فيها، فوالله. اوكي سيداتي من كل مكان ومن كل زمان، اول مباراه بقياده تشافي هرنانديز وبقياده ليونيل اندريس ميسي، ان شاء الله يجدد عقده بعدين. ليتس جو على طول، يلا خلينا نبدا وخلينا نلعب المباراه قصاد إلتشي النهارده، من لازم هنشوف مين اللعيب اللي هيقعد ومين اللعيب اللي هيمشي. احنا لعبنا ريكي بويجي اساسي ولعيبه كتير اساسيين، فليتس جو على طول يلا. اوكي 100% محتاجين راس حربه، 100% محتاجين راس حربه. الله عثمان من اولها ديمبلو يا دي. يا جدع
بوسكيتس لازم نجيب حد بداله، لازم نجيب واحد بدل بوسكيتس. اوكي ريكي بوي، جريكي بوي، جريكي بوي، جريكي بوي، جري ليو، ليو ميسي يلعبها لعثمان، عثمان لريكي بوي، جريكي بوي، جري ليو، ليو، ليو يلعبها لجوردي، جوردي مين، جوردي ريكي بوي. اوكي 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 ريكي بوي. يا شوت يا ربا يا معلم يا طريق يا نار ريكي بوي هدف عالمي يا جدع، هدف ناري، هدف منحرف ماحق يا جدع. شوف على طول جوردي ألبا على طول ريكي بويجي بدون أي حاجة حطوه يحطها في التسعين يا رب. أوكي 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 ريكي بويجي كده ضمن، كده ضمن بالهدف ده 100% إنه هيكون موجود أساسي على طول، هيكون موجود 100% في خطة تشافي. يا ميسي 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 يلعبها لعثمان، عثمان يا رب. اوكي اوكي ليتس جو ليتس جو ليتس جو الشوط الثاني يلا يا ميسي. اوكي اوكي جريزمان، جريزمان لميسي، ميسي ميسي يا رب على ليو 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 وفرحة تشافي هرنانديز بهدف ليونيل اندريس ميسي ناري المعلم يا جدع، معلم معلم يا جدع والله ليونيل اندريس، ليونيل اندريس بس. شوف على طول جريزمان اهداف النهارده كلها عالمية نارية. يلا اخر هجمه اخر هجمه. اوكي اوكي الصراحه ماتش ما كانش فيه غير هجمتين بس، هجمه ريكي بوينت وهجمه ميسي، هدفين عالميين. لكن ليتس جو على طول، خلينا نشوف هالاند، هل هيقبل هالاند النرويج ولا لا؟ ليتس جو على طول يلا. دي النيله خلاص خلاص، ما عادش غير اسبوع بس على الانتلات. بص يا عم تشوف انا بحاول اجيب لك كل اللعيبه بس ما فيش حد عايز يتباع ولا في حد عايز يشتري، مش عارف ايه اللي بيحصل. الله يا عم تشوف. اوكي لسه الرد هيجي من هالاند ان شاء الله الحلقه الجايه، وعندنا اسبوع واحد بس، ولسه برضه دوري ابطال اوروبا، القرعه بتاع دوري ابطال اوروبا هتكون الاسبوع الجاي، وكمان يومين، لا كمان يومين، يوم 27 هيكون القرعه بتاع دوري ابطال اوروبا دور المجموعات. فقولي مين اللعيبه اللي هنشتريها ان شاء الله الاسبوع ده، احاول ان شاء الله افجر صفقات ان شاء الله، كل الصفقات ان شاء الله، واهمهم صفقه النرويج هالاند. فاكيد لو انتوا عايزين الحلقه الجايه تنزل على طول، اكيد انتوا عارفين هتعملوا ايه، كل واحد حاليا تنزل اللايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل زر التنبيهات عشان توصلك كل الفيديوهات على طول. بس ده كان كل الفيديو، نشوفكم ان شاء الله. كان معكم عبدو، سلام عليكم.